السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في صفحتنا على الفيسبوك الهاكنتوش العربي. النهاردة إن شاء الله هتكلم عن موضوع النسخة الجديدة من الماك اللي هي نسخة 10 و9 المافريكس. زي ما حضراتكم عارفين إن النسخة نزلت مجانية من قبل، فطبعا أفضل طريقة لتحميلها لضمان إن كل نسخة أصلية مفيش أي ملفات محذوفة يتم تحميلها عن طريق الأب ستور من هنا. طبعا حجم النسخة هيكون حوالي 5.29 جيجا، ده الحجم الأصلي. وعلشان تسطبها أو تقدر تعمل أبجريد للسيستم على طول من غير تحرق على فلاشة أو غيره، لازم يكون عندك نسخة 10 و6 و8 لأعلى، سواء سنو ليبورد أو اللاين أو الماونتي اللاين. النسخة لما بتنزلها بتنزل لك في الابليكيشن أو اللانش باد، هنا بتلاقيها موجودة كأي تطبيق موجود عندك بتكون موجودة النسخة. سرعة النت عندي بطيئة شوي. طريقة تسطيب النسخة هتكون زي طريقة تسطيب نسخة الماونتين لاين بالطريقة اليدوية. انا اتكلمت في فيديو قبل كده مع حضراتكم على طريقة تسطيب النسخة الاصلية من الماونتين لاين، وكان عندنا 3 طرق، من طريقة الماي هاك، برنامج الماي هاك، وكان بطريقة اليونيبست، وكان بالطريقة اليدوية. فاللي هو بيشوف اسهل طريقة له يستخدمها عادي مفيش مشاكل. لكن هتكلم النهاردة على طريقة التسطيب اليدوية، وبالنسبة للكيرنل او الفانيلا اللي هو موجود النسخة في النسخة الاصلية ما بيكونش موجود في النسخة ديت، ما بيكونش موجود في الروت، يعني مش بتقدر تعمله كوبي بيست بتوصله على النسخة، بيكون مدمج في ملف باكج او بي كي جي، بيكون موجود في ملف الباكج دون، وعن طريق برنامج معين بنعمل استخراج من الباكج ده. فهرفع ملف الكيرنل جاهز على طول. تمام، اول ما بفتح الاب ستور هلاقي اصلا اعلان موجود عن المافريكس، فعلشان احمله بنزل على التوب فري واروح على OS X المافريكس. تمام، دي النسخة، وهنا بيقول لك الحجم وشروط وشرح يعني نبذة بسيطة على النظام الجديد، واللي مطلوب عندك 10 و6 و8 اورليتر علشان تقدر تعمل ابجريد للسيستم عندك. طبعا دي اضمن طريقة وفي رأيي افضل طريقة لانت تنزل بيها النسخة من اي غير اي موقع تورنت او اي موقع تانية. في حال ان واحد مثلا نزل النسخة وعمل لها ابلود تاني لاي موقع تورنت او اي سيرفر خاص بيه، فانا بتكلم على دي اضمن طريقة وافضل طريقة، لان طبعا بتسحب من متجر ابل مباشرة بدون اي موقع تانية. بعد ما تحمل النسخة هتنزلك في الابليكيشن وهنبدأ نشتغل عليها. طريقة التسطيب هجيب الطريقة من بحيث ان انا مشرحهاش تاني لان هي بتاخد وقت، هجيب الطريقة من الفيديو اللي اتكلمنا عليه قبل كده. هضع رابط الفيديو في الموضوع مع نسخة المافريكس، وهقول لحضراتكم هو من دقيقة كام بحيث ايه ما الموضوع ما يطولش مع حضراتكم. بالنسبة للنسخة قلنا اللي هي تنزل في الابليكيشن وهتبدأ تتعامل معاها زي الفيديو بتاع المونتيل لاين اللي اتكلمنا فيه قبل كده. نيجي على اهم نقطة وهي نقطة الكيرنل، بحيث ان الناس ما تنساهاش ويجي يعمل تسطيب يقول له don't find او found much kernel، don't found much kernel، فالنسخة مش بتبوت. طب ازاي اوصل للكيرنل على نسخة المافريكس؟ كل اللي هعمله هفتح الفايندر
وطبعا لازم اكون عامل اظهار للمخفي عن طريق اي برامج من اللي هي بتظهر المخفي او عن طريق التيرمينال، بس طبعا البرامج بتوفر طريقة التيرمينال واسهل. هروح على الابليكيشن وبعدين كليك يمين على النسخة وشو باكج، وامشي في الفتح عادي زي ما شايفين حضراتكم، واخد الشارد سبورت، وافتح ملف الانستول اي اس دي. تمام، هلاقي من الاساس اصلا زي ما شايفين حضراتكم دي 5 جيجا فاصل 29، ده حجم النسخة، بس طبعا ملف فتح معايا بسرعة لان انا كنت عامل له ماونت قبل كده. تمام، هلاقي فولدر عندي هنا اسمه باكج، فولدر اسمه باكج. طيب تمام، اعمل ايه دلوقتي عشان اسحب الكرنل؟ كل اللي هعمله هحتاج البرنامج ده. البرنامج فين؟ في الداونلود اللي هو ده. طبعا البرنامج مش مجاني، زي ما شايفين حضراتكم هو مدي مهلة معينة وبعد كده بتعمل له تسجيل، فاحنا مش هنحتاجه الا مرة واحدة بس، وهنعرف على حضراتكم الكرنل الاصلي. كل اللي هعمله هعمل فايل اوبن باكج، وهاجي هنا على النسخة وعلى الباكج، ونروح لملف البيس سيستم اللي هو ده زي ما شايفين حضراتكم، واقول له اوبن، هلاقيه انه فتح لي كل الملفات اللي موجوده في الباكج ده، وهبص هلاقي الكيرنل هنا موجود. كل اللي هعمله هسحب الكيرنل لسطح المكتب. حجم الكيرنل 8 ميجا ملف الكيرنل، وهعمل له سحب لسطح المكتب. هلاقيه بيطلب مني ان اعمل اكستراكت، وهيبدأ يعمل اكستراكت وهيطلب مني الباسورد، وهيبدأ يعمل اكستراكت للكيرنل. طبعا كل ده انا بعمل كده ومليش اي فيش اي تأثير على النسخة الاصلية نفسها. بعد ما النسخة تنزل الافضل، بحيث انت ما يعني لو حصل اي مشكلة مثلا في الهارد لا قدر الله، او النسخة حصل فيها مشكلة انت بتنسخ، الافضل يكون الواحد في الاساس عامل نسخة احتياطية من الملفات الهامة على جهازه. يعني نسخة زي دي مثلا خدت وقت في تحميل ونسخة اصلية، فبتروح بعد تتصرف بقى في يعني اسطوانة دي في دي 8 جيجا، او لو عندك فلاشة او هارد خارجي ما بتحتاج اشتغلش عليهم على طول، تقدر تعمل باك اب منها او تاخدها كوبي او بيست من الابليكيشن وتحطها على الهارد عندك سواء ويندوز او ماك، بحيث ان انت تحافظ عليها، لان هي طبعا بتكون نازلة مع الابليكيشن، ممكن واحد ينسى ويفرمت يسطب نسخة من الاول فكده النسخة هتضيع. تمام، انا كنت بعمل له ضغط قبل كده فبورر حضراتكم الطريقه، فاعمل له ريبليس كده. خلاص مهمه البرنامج ده انتهى، وكده طريقه استخراج الكيرنل. لكن بحيث انا ما تعبش الناس معايا في طريقه الشرح ولا استخراج، فكده انا هرفع الملف جاهز على طول. الطريقه الاسهل اللي هي اليونيبست، طبعا موقع توني ماك نزل لنا، عمل لنا ايه، نزل لنا اليونيبست اللي هو الخاص بتحديث النسخة الجديدة. طبعا الموقع له حقوق، حقوق نشر وحقوق طبع، ما ينفعش اي حد، هم حتى عاملين يعني بيترجوا الناس يعني ان هو ما تاخدش البرنامج هنا وتعمله ترفعه على سيرفر تاني، ماشي. وبعدين هلاقي كمان التحديث الخاص بالمالتي بيست اللي هو 6، ده الخاص بالمافريكس. ف بالنسبه لطريقه اليونيبست، في ناس تفضل هو اليونيبست عادي، هي كل اللي هتعمله هتنزل يونيبست عندك، وهتروح طبعا النسخه هتكون موجوده في الابليكيشن، تمام، وهتوصل الفلاشه وطريقه اليونيبست المعروفه. حتى احنا لو جينا ضغطنا هنا عندهم
اعذروني طول النت عندي. طب هو كده شكله اصلا انفصل. انت في مصر بقى. طيب لما تضغط عندهم هنا على اليونيبست هتلاقي هم اصلا الموقع توني ماك شارح طريقة التسطيب باليونيبست، هم شارحين طريقة التسطيب. ولو جينا ضغطنا على المالتي بيست هتلاقيه شارح لك وجايب لك الاضافات اللي موجودة في البرنامج. فياريت يا جماعة، بحيث انا لقيت دلوقتي رد موجود على الهاكنتوش العربي، واحد يعني تكرم علينا وحاطط رابط لي المالتي بيست، فانا عملت الرد اخفاء بحيث ان احنا ما ننتهكش حقوق الموقع ده كشيء من الامانة يعني. فطبعا اشتغلوا. فطبعا الافضل اللي هو انت هتسحب من الموقع بتاعهم وهتعمل التسجيل وتستخدم الموقع تحمل منه. تمام. ودي طريقة اليونيبست. عندنا طريقة تالتة واللي هي الماي هاك. الماي هاك سهل جدا، كل اللي بتعمله حاجة واحدة، بتنزل تكتب موقع، بتكتب ماي هاك على الجوجل عندك وهيدخلك على الموقع الاساسي للماي هاك، موقع معروف. تمام، زي ما قلت لحضراتكم اهو، ادخل على اليونيبست تاني الصفحة بس اتحمل. تمام اهو، هلاقيه هما شارحين ازاي انت تستخدم اليونيبست. هتوصل اليو اس بي عندك عادي، تفتح الديسك يوتيليتي وتعمل بقسمها بارتيشن واحد، وتكون ماستر بوت علشان بعض البورد مش بيتبوظ بالجايد، وتبدأ تعمل لها ايرس وتفتح اليونيبست وتختار الفلاش عندك، وهتقول له ان النسخة موجودة في الاب ستور اللي هي المافريكس، ولو عندك لاب هتعلم على اللابتوب سبورت، ولو عندك كيسة هتختار الليجاسي يو اس بي سبورت. تمام، وهيبدأ هو البرنامج هيعمل كل حاجة، هيسطب بوت وينقل ويعمل اي حاجة، بس كل اللي انت هتعمله هتعمل حاجة بسيطة، او هتعمل ريستارت وتبدأ تسطب النسخة على جهازك. كده مهمة الويني بيست انتهت. نيجي هنا تاني على الماي هاك. الماي هاك برنامج معروف تمام، بس في حاجة انا جربتها عليها قبل كده والله اعلم هي صح ولا لا. بعد التسطيب بيبدأ هو بيشتغل على الكرنل، مش عارف هو بيعدل عليه صراحة ولا لا، لكن انا لما جيت بعد ما سطبت النسخة بماي هاك جيت ارجع الكرنل الاصلي، سحبت كرنل اصلي من النسخة اللي انا سطبتها، فجيت ارجعه على السيستم عندي فالجهاز ما فتحش. عرفت يعني استنتجت بعد كده ان هو بيكون في تعديل على الكرنل والله اعلم. فلو حبيت الموضوع هو ما فيش تعديل يعني، بحيث الناس ما تفتكرش انه بيغير في النسخة شيء، لا هو بس بيبقى في تعديل بسيط عشان الاجهزه، بس في بعض الاجهزه بيبقى بيعمل مشاكل مع البوت، في بوت بيبقى عادي وفي الاجهزه الحديثه، وفي اجهزه قديمه بتبقى متعبه شويه في التسطيب. فبفتح الماي هاك عادي خالص، اقول له اوبن، هيفتح معايا، هقول لك الباسورد عندك. تمام، هنا هتقول له خلينا هنتكلم في دول بعدين، هنقول له كرييت او اس اكس انستولر، اقول له اوكي. طبعا عندنا الاربع نسخ، 10 و6 سنولي بورد، 10 و7 لاين، 10 و8 المونتي لاين، ونيجي عند النسخة اللي احنا عايزينها المافريكس 10 و9، واقول له اوكي. تمام كده هو هيطلب مني عاوزك توصل الفلاشة، طبعا مفيش فلاشات متوصلة عندي، هتوصل فلاشة عندك بس طبعا تكون مفرمطها انت جاهزة على الديسك يوتيليتي زي طريقة اليونيبست ما اتشرحت دلوقتي على الموقع، وهتختار له الفلاشة وتبدأ تديله اوكي. هيبدأ هو هيطلب منك تحديد له مكان النسخة، طبعا هتحددها له في الابليكيشن، هيبدأ يعمل كل الشغل وانت مش هتعمل اي حاجة خالص، كل اللي عليك هتسطب النسخة. وبكده انتهى شرحنا لطريقة تسطيب النسخة بالطريقة اليدوية. انا هعمل ايه؟ انا هرفع ملف الكيرنل دون على رابط معين اللي انا استغربته ده من النسخة الاصلية يا جماعة من عندي من هنا، بحيث ما يكونش مثلا جايب الناس ما تفتكرش اللي جايبه من اي موقع تاني، ده النسخة الاصلية المافريكس اللي عندي. تمام، في توضيح تاني، في ناس ممكن تيجي تعمل ابجريد هتلاقي مثلا البارتيشنات عندها مخفية. ليه؟ لو انت شغال على الام بي ار او الماستر بوت ريكورد لما جيت فرمطت الهارد مش هتلاقي مخفية. ليه؟
لان طبعا النسخه جايه جاهزه للجيت بارتيشن تيبل. لو حاولت ان انت تعدل الملف اللي هو بتاع الام بي ار تستبدله في النسخه الاصليه دي مش هتفتح، مش هتوصل للمكان ده اصلا. فالافضل انت تسيبها على حالها، ولما تيجي تعدل تعدل على الفلاشه اللي انت هتنسخ عليها بحيث ديت ما يحصلش فيها مشكله. بس كده، ويا رب يكون الموضوع واضح، ودمتم في امان الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم اخوكم احمد من صفحه الهاكنتوش العربي على الفيسبوك.